الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية منع العراق مؤقتاً استيراد بعض المنتجات الزراعية الإيرانية، وذلك بعد إغراق الأسواق العراقية بالمنتجات القادمة من إيران. وقال المكتب إنه تم منع توريد المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخيار والبطيخ من إيران بشكل مؤقت. يشار إلى أن الصادرات الإيرانية للعراق في النصف الأول من السنة المالية الجارية لامست مستوى 4,500,000,000 دولار، حيث شكلت المنتجات الزراعية نحو 20% من هذه المنتجات. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وانخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل بمقدار دولار و13 سنتا ليصل إلى 88 دولارا و70 سنتا، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار دولار و13 سنتا أيضا ليصل إلى 91 دولارا و85 سنتا للبرميل. يشار إلى أن أسعار النفط العالمية ارتفعت قليلا في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن تداعيات الحرب على غزة، وسط تحذيرات من حدوث اضطرابات محتملة في الإمدادات بالمنطقة. عكست أسعار الذهب ارتفاعات كانت قد شهدتها خلال جلسة اليوم إلى تراجع مع صدور بيانات سلبية من قطاع التصنيع والخدمات في أوروبا، إضافة لاستمرار التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعدما تجاوزت لفترة وجيزة 5% الاثنين الماضي، ما يهدد بشكل أكبر بالتباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. أوقف مؤشر نيكيا الياباني موجة خسائر استمرت 3 جلسات متتالية، وارتفع في جلسة متقلبة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتعثرة عند انخفاضها. هذا وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 8 شهر حزيران الماضي. وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع مؤشر فاست ريتلينج المالكة لسلسلة متاجر يونيكو بنسبة 1.74%، فيما صعد سهم سوفت جروب للتكنولوجيا بنسبة 1.68%. أعلن المصرف المركزي النرويجي أن صندوق البلاد السيادي سجل تراجعا في عائداته بنسبة 2.2% في الفصل الثالث من العام الجاري، ليخسر ما يعادل حوالي 34 مليار دولار. وخسر الصندوق العالمي التقاعدي الحكومي النرويجي 374 مليار كرون خلال 3 أشهر، لتتراجع قيمته إلى ما يعادل 1.34 تريليون دولار في نهاية شهر أيلول. وأفاد نائب رئيس الصندوق تروند جراند بأن سوق الأسهم شهد فصلاً أضعف مقارنة مع الفصلين السابقين، موضحاً أن قطاعات التكنولوجيا والصناعات واستهلاك المنتجات الكمالية خصوصاً أثرت سلباً على العائدات. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.